صباح الخير يا هايدي. يسعد صباحك. كيفك اليوم؟ تمام، انت كيفك؟ روى. تمام. ان شاء الله دوم يا رب تكون ايامك هيك رواق. بدنا نقول صباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. يوم جديد وبدايه اسبوع جديده، ودائما هيك البدايات بتكون هي الاجمل بحياتنا، فيا رب تكون بدايه نهارنا وبدايه هذا الاسبوع يحمل لنا كل شيء بنحبه بحياتنا، الخير، الصحه، وجبران الخاطر والرزقه الكريمه، ودائما الاشخاص اللي بنحبهم يكونوا متواجدين حوالينا، هدول الناس اللي دائما بيعطونا دفع بالطاقه الايجابيه، بيخلونا نشعر انه نحن في قيمه لحياتنا، وبيقولوا لنا انه بكره رح يضل احلى رغم كل شيء عم نمرق فيه. خلونا نبلش هذا المشوار الصباحي وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه وتقاريرنا من المحافظات السوريه. قولوا يا رب يسعد صباحكم. واكيد يا رشا خلينا نقول صباح اخر ايام العطله لطلاب المدارس. بكره بيكون بدايه العام الدراسي الجديد، بنتمنى يا رب يكون عام مليان بالنجاح والتفوق لكل طلابنا. يعني مهما كبرنا رشا، مهما مرينا بمراحل مختلفه من حياتنا، بتحسي دائما في حنين للمدرسه. لا ما بتحني؟ هلا اكيد يعني يمكن الرفقه، يمكن بيبقوا بالتفاصيل الصغيره، اول رفيقه حتى هيك الاساتذه بالمدرسه بيبقوا في ذكريات لهم، يعني يمكن بنحن للجو يعني. اكيد لهيك خلونا نصبح عليكم هلا ونقول انه بلش مشوارنا الصباحي معكم. وكالعاده عناوين فقرتنا لليوم طبيه واجتماعيه وثقافيه. خلونا نطلع مشاهدينا لفاصل صغير ونبدا مشوارنا الصباحي لليوم. خلونا مشاهدينا ننتقل لأولى فقراتنا لليوم مع موضوع مهم وأمل جديد للحياة يعود لأطفال مرضى السرطان. ويعد المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة جزءا مهما وحيويا من منظومة متكاملة لمواجهة تحدي السرطان في سوريا، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان الذي أطلقته السيدة الأولى سيدة الياسمين أسماء الأسد. طبعا هو انجاز جدا مهم هايدي، وهو يعني بخص العلاجات، هذا النوع من العلاجات للاطفال، هذا خلينا نقول الاجراء على المستوى التطور العلمي كان جدا مهم، مو بس على سوريا، كان على المستوى المنطقه. اليوم رح نحكي تفاصيل اكثر عن هذا المشروع الجميل، هذا المشروع اللي اطلق الكثير من الامل للناس وكثير من الحلم للاهالي. أكيد. ايضا يعني اليوم بحالات كثير عند الاطفال. رح نحكي عن عمل المركز لليوم، وضيفنا لليوم هو الدكتور ماجد خضر مدير المركز الوطني للخلايا الجذعية حياة. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا بحضرتكم ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نتعرف نحن والمشاهدين شو بنقصد بالخلية الجذعية. الحقيقة الخلية الجذعية نسميها نحن الخلية الأم، هي موجودة بنقي العظم. طبعاً هي مسؤولة عن شيء أساسي في الجسم، هو توليد كل ما يتعلق بالكريات البيض والخضاب والصفيحات الموجودة عادة بالدم المحيطي. يعني وقت بنعمل نحن تحليل دم نسميه CBC، يعني هو عبارة عن صفيحات مسؤولة عن النزف والإرقاء بالجسم، الخضاب مسؤول عن الأكسجين، والكريات البيض مسؤولة عن المناعة بالجسم. كل هدول الخلايا الناضجة مصدرها الحقيقة خلية واحدة موجودة بنقي العظم، هي الخلية الجذعية. فهي الحقيقة لها بعض الصفات المهمة هالخلية الجذعية، إنه قابلية التجدد، يعني بتجدد نفسها بنفسها، بالإضافة إلى التمايز بتعطينا هالخلايا الناضجة اللي حكينا عنها هلأ، الكريات البيض والخضاب والصفايح. طب دكتور خلينا هيك نضوي أكثر ونتوسع بموضوع الخلايا الجذعية وزرع اليوم، شو أهميته بالنسبة للأطفال اللي عندهم حالات مرضية؟ تمام. هلأ زرع الخلايا الجذعية الحقيقة هو علاج شافي لكثير من الأمراض المستعصية اللي ممكن ما تشفى بالعلاجات التقليدية، مثلا مرضى السرطان اللي ممكن ما يستجيبوا على العلاج الكيماوي العادي. بيكون الزرع النقي، طبعا هون بحالات زرع نقي ذاتي او غيره، هلا ممكن نتوسع شوي. فهذا العلاج هو علاج شافي للمرض اللي ممكن تكون نسبة الشفاء من دون زرع تقريبا بحدود 20-30%، مع الزرع ترتفع نسبة الشفاء من المرض ل 90%، 70-80% ل 90. بنحكي على شفاء، يعني شفاء 5 سنوات، يعني ما في نكس للمرض. هذا بالنسبة لمرضى السرطان. أما بالنسبة للأمراض الثانية المستعصية اللي ما لها علاج بالأساس، هي وخاصة الأمراض الوراثية، وأهم الأمراض الوراثية اللي نحن عندنا الحقيقة في بلدنا هو التلاسيميا الكبرى، اللي كل الأهالي اللي عندهم أطفال تلاسيميا أكيد بيعرفوا معاناة مريض التلاسيميا ونقل الدم المتكرر.
والحياة القصيرة لهم حقيقة من دون زرع، فبالتالي الزرع هو عم يغير حياتهم وعم يعطيهم أمل بالحياة، بحياة طبيعية فعلا، يعني أمل للأطفال يلي كانوا بين الحياة والموت. دكتور خلينا نوضح في أنواع عنا اليوم للزرع. الحقيقة كتير مهم، بشكرك على السؤال. في نوعين للزرع، نوع زرع ذاتي يعني من نفس المريض، ممكن يتعرض المريض لجرعات، نقطف الخلايا الجذعية من المريض نفسه على جنب، ممكن خليها عنا على يومين لأربعة أيام، بهالوقت عم ياخد جرعات كيماوية عالية على أربعة أيام، ونفس الخلايا اللي أخذناها من المريض عم نرجع نحقن له إياها بجسمه عن طريق قسطرة. هذا بالنسبة للزرع الذاتي. في زرع الغيري، هذا أكيد من متبرع، بده يكون متبرع متطابق بالأنسجة 10 من 10 وغالبا من الأخوة. طبعا متبرع لازم نعمل تحضير وتحاليل قبل التبرع، وقتها نقول انه في 10 من 10 بتطابق بالاتش ال اي. من الاخوه دكتور؟ هلا بالبدايه من الاخوه، في حال ما في اخ متطابق بالانسجه 10 من 10 ممكن يكون في متبرع من بنك، طبعا هذا موجود عالميا، حاليا مو موجود بسوريا عم نشتغل عليه، بنك للخلايا الجذعيه، ممكن يكون في احد المتطابقين من خارج العائله ويطلع مع الطفل متطابق بالانسجه بالتحاليل. طبعا طيب دكتور خلينا نحدد المنطقه اللي بيتم منها اخذ الخلايا الجذعيه. الحقيقه مصدر الخلايا الجذعيه كثير مهم السؤال. 3 مصادر اساسيه. اقدم مصدر للخلايا الجذعيه هو من الثمانينات تقريبا، بلشوا من نقي العظم. يتم قطف الخلايا الجذعيه من نقي العظم، المريض المتبرع عفوا بيكون هون تحت التخدير العام بغرفة العمليات، وبتتم العملية عبارة عن كأنه بزل نقي عادي ولكن بالجهتين وبعدة أماكن من الشوك الحرقفي الأمامي العلوي بنسميه، بالجهتين، وبتاخذ العملية شي 2 3 ساعات تقريبا قطف. طبعا هاي العملية لها مساوئ، تخدير عام والمتبرع بيخاف من التخدير والمشاكل الثانية. المصدر الأحدث والأسرع بسميه والألطف بالنسبة للمتبرع الحقيقة هو من الدم المحيطي العادي، ولكن له تحضير. رح ياخذ هالمتبرع 4 ايام اوبر بنسميها نبوجين محرض، لنخلي الخلايا الجذعيه. بالحاله العاديه الخلايا الجذعيه غير موجوده بالدم العادي، ولكن ايمت بتكون بتصير موجوده؟ نحن وقت اللي بنحرضها وبتطلع من نقي العظم بتصير بتمشي بالدم العادي بمحرضات باوبر 4 ايام. باليوم الخامس هذا المتبرع ممكن يقعد على جهاز مثل جهاز قطف الدم الصفيحات او التبرع، بيقعد على جهاز وقسطرة عبارة عن قسطرة محيطية او حتى مركزية، وممكن الجهاز نفسه مأخذين، يعني بناخذ الدم الجهاز بياخذ الخلايا الجذعية الجهاز وبيرجع الدم للمتبرع، والمتبرع قاعد ممكن يكون عم يتفرج على التلفزيون ما له اي اختلاطات. انا هاي بدي اسالك بمنطقة هذا الدم، هذا المصدر من الدم المحيطي المتبرع، يعني اليوم وقت بنقول نقي عظام او اوبر تحريضي ممكن يصير في شويه خوف. عند الشخص تمام. يعني سلبيا ما في اليوم سلبيا على صحته الجسديه ابدا؟ الحقيقه كثير سؤال متعرض له من الاهل، انه غالبا نحن هلا الحالات اللي عم نعملهم زرع هو من الاخوه، والاهل كثير حريصين للطفل السليم، ونحن اكيد الاطباء حريصين للطفل السليم المتبرع. لذلك بالنسبة لعملية التبرع ما في أي تأثيرات جانبية لا بإبر النبوجين لأربعة أيام ولا بالعملية أثناء التبرع، لذلك عملية آمنة 100% ولا أي تأثير جانبي للتبرع. حتى بيختلف عن موضوع التبرع بالأعضاء، لأنه هو ما عم يتبرع بعضو، عم يتبرع بكمية من الدم غني بالخلايا الجذعية موجود بالنقي، وهذا النقي رح يتجدد خلال 2 أسابيع 3 أسابيع على الشهر، رح يرجع الخلايا الجذعية ما عنده أي نقص نهائياً، وبالتالي عملية سليمة آمنة ما في أي مشكلة. تمام دكتور، يمكن كثير من الأشخاص لسه ما بتعرف أنه ممكن نحن نعالج عدة أمراض من خلال زرع الخلايا الجذعية، خلينا نوضح اليوم ونفصل شو هي الأمراض يلي فعلا الخلايا الجذعية ممكن تساهم بشفائها. تمام، هلأ أهم الأمراض الحقيقة، أول ما بلش موضوع الخلايا الجذعية وزرع الخلايا الجذعية أو زرع النقي بالبداية، بالبدايات كان اسمه زرع النقي سابقا، حاليا من 10 سنوات تقريبا زرع الخلايا الجذعية. فأهم الأمراض وأقدمها هو السرطانات بكل أنواعها. طبعا 30-40% من المرضى أو استطبابات الزرع هي سرطانات غير المستجيبة على العلاجات الدوائية العادية. اثنين بيجينا الأمراض أو فاقات الدم الانحلالية الوراثية، وأهم التلاسيميا الكبرى والمنجلي، بالإضافة إلى أمراض نسميها قصورات النقي أو فشل النقي. في حالات عند الأطفال أو حتى عند الكبار
النقي ما بيكون شغال لسبب مكتسب، سبب فيروسي انتاني معين، بيصير عنده قصور بالنقي. كمان هدول استطباب لزرع النقي، بالإضافة لأمراض نقص المناعة الخلقية. هدول أطفال حقيقة بيولدوا ناقصي المناعة بشدة وما بيعيشوا أكثر من سنة سنتين من دون زرع، لذلك زرعهم لازم يكون مبكر وشافي للمرض. الحقيقة عمر معين دكتور؟ بالنسبة لمرضى ناقصي المناعة كل ما كان الزرع مبكر كل ما كانت النتائج أفضل، يعني بعمر شهرين أحسن من عمر 6 شهور، بعمر سنة أحسن من سنتين. اكتشافه سهل حكيم؟ اكتشاف المرض الحقيقة هون المشكلة والمعضلة، مو بس الاكتشاف الحقيقة، تأكيد تشخيص المرض يحتاج لتحاليل نوعية وطفرات وراثية حقيقة صعب أو أحيانا غير متوفرة موجودة عندنا، يعني وتكاليفها باهظة لتأكيد التشخيص وبالتالي التحضير لإجراء الزرع. هون الفكرة يعني دائما الأهل يعني بجوز التأخير بأي إجراء عم يكون أكيد عكسي على الطفل. دكتور صح. خلينا هيك ننتقل معك بالخيال لغرفة العمليات ونكون معك هيك اليوم ضمن تفاصيل من حضرتك عن عملية الزرع، كيف اليوم عم تتم وكيف عم يتم اليوم هيك تهيئة المريض؟ الحقيقة أول ما براجعنا المريض، طبعا المركز أحدث تم افتتاحه بالشهر السابع 2021 من قبل مكرمي للسيدة أسماء بزيارتها للمركز، وانطلقت العمليات. طبعا بيجينا نحن مستقبل الأطفال من عمر الشهر حتى عمر 15 سنة للمركز من كل أنحاء سوريا. فوقت بيجي المريض ومنحط استطباب أنه هذا المريض يحتاج لزرع نقي، سواء زرع خلايا جذعية ذاتي أو غيري، يتم تحضيره الحقيقة بعيادة الزرع، إجراء التحاليل المناسبة، الفحوصات، الصور الشعاعية، تحديد الاستطباب غيري أو ذاتي. في حال كان غيري الحقيقة رح نبحث بالعائلة بتحاليل نوعية ومكلفة وباهظة الحقيقة، تحاليل HLA بنسميها، هي تحاليل تطابق الأنسجة DNA بالأساس يعني، ونحدد إذا في تطابق بين إخواته أنه ممكن يكون 10 من 10. طبعا هون كل ما كان عدد الأخوة أكثر كل ما كنا لقينا فرصة أكبر للنقل المتطابق أكثر، كل ما كان الأب والأم في قرابة كمان ممكن نلاقي أكثر فرصة أكثر، وهي الشغلة الوحيدة يمكن حسنة وحيدة حسنة بزواج الأقارب أنه نلاقي متطابق. هون حضرنا المريض وعرفنا المتبرع، بيجي الأهل ومنحضر المريض بينام بغرفة الزرع اللي هي غرفة خاصة، غرف خاصة، عزل تام عقامة 100% بطريقة الهبة فلتر، لأنه مناعة المريض بخلال فترة القبول صفر، ويبقى عندنا المريض تقريبا بحدود شهر ونص. طبعا شهر ونص بيبقى بغرفة الزرع أو العزل طبعا مع أمه، وهي شغلة مميزة كمان، وحاولنا قدر الإمكان أنه تبقى الأم هي أحد عوامل رفع المناعة أكيد حكيم. والنفسية كتير بتلعب دور بموضوع نجاح الزرع. فتحضير للزرع رح ياخذ المريض بنسميه كونديشنينج، يعني جرعات كيماوية عالية جدا 10 أيام. الهدف من الجرعات الكيماوية هو إمحاء للنقي الموجود عند الطفل، تصفير يعني. ليش إمحاء للنقي؟ لنفسح المجال الحقيقة للخلايا الجذعية الجديدة اللي إجت من الأخ لتعشش وتلاقي مكان للتعشيش بالنقي وتنمو وتتكاثر وتعطينا خلايا جديدة ناضجة سليمة. فهون الحقيقة الفترة الحرجة هي فترة التصبط النقوي اللي بيبقى فيه المريض والمناعة صفر، لأنه معرض ينصاب بأي انتام بهالفترة، لذلك العقامة ودور الكادر التمريضي حقيقة والأطباء كثير مهم بهذا الموضوع. بالفترة اللي المريض اللي بيكون عم ياخذ كونديشنينج نحن بنسميه -10، -8، -1، للناقص للصفر هو يوم الزرع. بالجهة الجنب الثاني بيكون المريض المتبرع الحقيقة باليوم صفر عم يتبرع بالخلايا الجذعية مثل ما قلنا على الجهاز. خلصنا منعد قديش في عنا خلايا جذعية بكيس القطف، لازم يكون عدد معين حسب وزن المريض الحقيقة. كل ما كان العدد جيد كل ما كان نسبة النجاح أكثر. وبالتالي نحن أخذنا الكيس اللي هو دم عادي، الحقيقة كتير بيسألونا أو حتى بيفكروا الأهالي أو حتى بعض الأطباء بيفكروا أنه العملية هو عمل جراحي، أنه بفوت على عمليات بيعمل عملية زرع وبيطلع على البيت. الحقيقة مو الأمور معقدة أكثر من هيك. نفس كيس الدم اللي قطفناه وغني بالخلايا الجذعية الحقيقة عم نرجع نحقنه كأنه عم ينقل دم، ولكن عبر قسطرة وريد مركزي. طبعا في إلى مراقبات معينة خلال فترة النقل اللي بتستمر تقريبا الزرع أو تسريب الخلايا الجذعية بحدود 2 لـ3 ساعات تقريبا، وبعد الفترة رح ندعم المريض بنقل دم وصفيحات
لأنه راح يحتاج أدوية ومصادات وأدوية التهاب ومراقبة وتحاليل يومية ومراقبة أكثر من العناية المشددة الحقيقة. أكثر من مرحلة ما قبل الزرع. أكيد أكثر ما قبل الزرع. تمام. طيب خلينا نعطي أمل للأهالي اللي عم يتابعونا اليوم وعندهم أطفال مصابين ببعض الأمراض، خلينا نوضح شو عدد الحالات أو الأمراض يلي تم علاجها لحتى هلأ بالمركز. الحقيقة بالنسبة لعمليات الزرع أنا كتير بشجع موضوع الزرع، وقت بيجينا الأهل الحقيقة كتير مهم نضوي على شغلة، بيجي الأهل والمريض ما بيعرفوا شو هذا الزرع. تمام. عندهم رهق يعني خوف، موضوع شيء جديد، خوف من الزرع، خوف من عملية الزرع، من القبول. أنا بحب طمنهم العملية ما أنا العملية معقدة بسيطة، والدليل هنن أكيد رح يوقت اللي بيجوا عم نحضرهم قبل الزرع رح يلتقوا بالمركز بالأهالي بيوم العيادة الزرع، رح يلتقوا بالأهالي اللي تم لهم زرع وبياخذوا بيعطوا معه، رح يشوفوا الأطفال اللي مزروعين وعم يراجعوا العيادة وبحالتهم الجيدة، فأكيد رح يتقووا ويكون عندهم أمل بأنه يدخلوا على عملية الزرع، لأنه الحقيقة هي عملية يعني عم نوفر عمليات أو إجراءات شافية للأطفال من أمراض مستعصية غير ممكنة العلاج، وهي طريقة جديدة كتير ولأول مرة، والمركز الأول موجود بسوريا للأطفال الحقيقة. خطوة جدا مهمة يعني على الصعيد مو بس السوري مثل ما قلنا، على مستوى المنطقة. دكتور هيك سريعا خلينا نعبي بعض النقاط الكتير مهمة اليوم بعد العملية، كيف عم يكون وضع الأطفال؟ هل عم يكون في اختلاطات؟ هل في نكسة ممكن تعرض للطفل؟ الحقيقة حد الآن نحن عملنا تقريبا 27 عملية زرع نقي أو زرع خلايا جذعية ذاتي وغيري، لا يخلو الزرع النقي عملية معقدة، لا تخلو من الاختلاطات، لذلك موضوع اختيار المتبرع، اختيار المريض المستطب للزرع كتير مهم هذا قبل الزرع، وضرورة وجود كادر متدرب تمريضي ومخبري وطبي لمتابعة المريض أثناء الزرع لنوصل بالمريض لبر الأمان. لذلك هو عملية حقيقة مو شخص واحد وإنما فريق متكامل. صحيح. سواء كان تمريضي أو مخبري أو طبي، لذلك الاختلاطات موجودة أحياناً، وخاصة اختلاطات هي للعلاجات الكيماوية اللي بياخدها المريض قبل الزرع، ففي اختلاطات أكيد اختلاطات إنتانية، هون بيأتي دور مريض أو طبيب المعالج أو المتابع المريض، لأنه كمان المريض رح ياخد مثبطات مناعة كمان هي بتضعف المناعة، طبعا مثبطات المناعة لفترة مؤقتة 4-5 أشهر بعكس زرع الكلية، زرع الكلية بياخدوا مثبطات مدى الحياة، مريض الزرع 4-6 أشهر تقريبا. تمام. شو بالنسبة للتكلفة دكتور؟ شو فينا نحكي؟ الحقيقة التكلفة إذا التكلفة بالنسبة للأهل مجانا، الإقامة والأدوية وكل ما يتعلق بالزرع من البداية حتى النهاية لا يتكلف المريض أي عبء مادي، مع العلم هناك تكاليف باهظة لتأمين كيتات المخبرية، الأدوية، الكيتات القطف. فإذا بدنا نقارن ما بين الزرع بمركزنا والدول المجاورة تكاليف بائزة يعني بالملايين الحقيقة، وكثير من الأهالي أكيد ما راح يقدروا يسافروا خارج البلد ويقدروا هيك يعملوا هيك عمليات، وبالتالي تكلفة مجانية. تمام. بس بما أنه مجاني دكتور، يعني بيساعد عدد كبير اليوم من الأطفال أم لا في عدد محدود؟ لا، نحن الطاقة الاستيعابية للمركز. تمام. هو الحقيقة عندنا 5 غرف زرع، ومريضنا بيبقى شهر ونص شهرين تقريبا، يعني نحن الطاقة الكاملة بحدود 40-45 زرع بالسنة، في حال طبعا في صعوبات أكيد، ممكن كنا حكينا عن التحديات والصعوبات بتأمين الأدوية، لأنه أدوية كلها استيرادية نوعية، كيتات القطف، كيتات المخبرية، الحقيقة عم نتساعد، وطبعا مشكورة الجهات اللي عم تدعمنا بموضوع اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان، جمعية بسمة، السيدة أسماء، نشكرها شكر كبير للدعم المستمر والمتابعة المستمرة لاستمرار عمل المركز. الحقيقة في صعوبات، ورغم هالصعوبات وكلنا بنعرف صعوبات اللي عم نتعرض لها بالبلد، عم نمشي تماما، عم نتابع عملية الزرع والعمل بالمركز الحقيقة. أكيد بنقول لكم نعطيكم ألف عافية. دكتور هيك بدقيقة كلمة أخيرة لكل حدا اليوم عم بيشوفنا بما يخص مركز الزرع. مركز زرع الحقيقة أنشئ مركز، هو المركز الأول بسوريا لكل أطفال سوريا اللي بيحتاجوا لإجراء عملية الزرع من أي مكان الحقيقة بتكلفة مجانية، وبحب الحقيقة أشكر يمكن بالنهاية أو الكادر اللي عم يعمل الحقيقة بالمركز، كافة كادر مشان ما ننسى حدا، التمريضي، المخبري، الأطباء، المهندسين،
نشكر الجهات اللي عم تساعد. طبعا نحن عم نساعد مع اكثر من جهه لانجاح العمل، مع بنك الدم، مع الطاقه الذريه، مع مشفى تشرين، وبشكر اللجنه الوطنيه للتحكم بالسرطان، بالاضافه الى جمعيه بسمه اللي عم تساعدنا بتامين الادويه، والشكر الكبير للسيده اسماء. نحن بنشكركم جميعا، بنشكر كل الاسماء اللي ذكرتها اليوم بهي الرساله الانسانيه اللي بتحمل كثير من الرحمه وكثير من الحلم اللي حققته لكثير من الاهالي. شكرا دكتور ماجد خضر لحضورك كتير اليوم. يا رب هيك تكون مسيرتكم جميله وميسره، ويكون في تسهيلات من كافه الجهات. اهلا وسهلا بحضرتك. شكرا لك يا دكتور. شكرا لجهودكم الكبيره لانكم عم ترسموا البسمه على وجوه هذول الاطفال واهاليهم. نورت صباحنا. شكرا لكم، انتم ضويتوا على الموضوع الحقيقة، الموضوع الجديد الموجود حاليا. رح نضل نضوي، رح نضل متابعينكم، لأنه بالنهاية هذا واجبنا اليوم ورسالتنا واحدة اليوم. يعطيكم ألف عافية. شكرا حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. أما هلأ مشاهدينا خلونا ننتقل مباشرة لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية محليا وعربيا وعالميا مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك يا شيرين. صباح الخير هادي. صباح الخير مشاهدينا، موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. تتواصل الاشتباكات بين قوات ميليشيا قسد الانفصالية من جهة ومسلحي ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع للميليشيا والمؤلف من أبناء العشائر العربية من جهة أخرى في معظم مناطق ريف دير الزور. مصادر محلية ذكرت أن اشتباكات عنيفة تواصلت بين الطرفين وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أسرى من الجهتين في كل من مناطق ديبان والعزبة والبصيرة والطيانة وجديد بكار، في الوقت الذي تمكن فيه أبناء العشائر العربية من طرد مسلحي قسد من مناطق تمركزهم في كل من الكشيكة وأبو حمامة والسيطرة على عدد من مقارهم في مناطق الشعفة وشنانة، وقاموا بإعطاء عدد من آلياتهم العسكرية، كما تم استهداف إحدى أبار النفط في مناطق العزبة بريف المحافظة الغربية ما أدى إلى احتراقها. استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة توباس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقبة شمال المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الرحمن غنام 36 عاما متأثرا بإصابته في الرأس وإصابة ثلاثة آخرين. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التعاون بين إيران ولبنان يصب في مصلحة المنطقة بأكملها. وعقب لقائه وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، قال عبد اللهيان أن انتخاب رئيس للبنان شأن داخلي، والقيادة اللبنانية يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم هذا الملف. وفي خبرنا الأخير، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى حكم العالم وفرض النظام القطب الواحد على الجميع، لافتا إلى أن تشكيل العالم من متعدد الأقطاب بات قريبا والغرب لن ينجح بإيقاف هذا المسار. وأضاف لافروف في كلمة له في معهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد في روسيا أن العملية العسكرية الروسية أعطت دفعة قوية للحركة العالمية لإحلال العدالة والتعددية في العالم. ختام الموجز، والآن نعود إليك هايدي. شكرا لك يا شيرين، يعطيكي ألف عافية. أما هلأ رح ننتقل لفقرتنا الطبية وموضوعنا جدا مهم. أكيد اليوم بالمساحة الطبية رح نحكي عن خلينا نقول الحالات المرضية اللي بتصيب الغدة الدرقية، وفي نسبة من الناس كتير تنصاب بهي الحالات. اليوم إذا من هيك نعرف طبيا، الغدة الدرقية هي غدة صغيرة موجودة تحت الجلد، وبيقولوا هيك علميا تحت تفاحة آدم، طبعا ضمن الرقبة، طبعا علميا بيقولوا أنه سموها بهذا الاسم لأنها بتشبه التفاحة. اليوم
اليوم هي المحرك الأساسي للجسم، وأي تأثير أو أي خلل بعمل الغدة الدرقية عم يكون تأثيره جدا سلبي على عمل الجسم. شو هي الحالات اللي ممكن تصيب الغدة الدرقية، وشو أهم العلاج وطرق الوقاية لحتى ما نروح هيك لمرحلة العلاج؟ أكيد معلومات جدا مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور رجب محمد مقصود، أخصائي غدد سم وسكري. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. يعني بداية مثل ما ذكرت ريشا أنه الغدة هي الدينامو للجسم، خلينا نحكي أنه اليوم الغدة الدرقية منشوفها موجودة بنسبة كبيرة اليوم عند بعض الناس، وإذا فينا نقول النساء منلاحظها أكثر من الرجال، ربما قصور أو فرط نشاط. طيب بداية دكتور خلينا نحن نتعرف مع المشاهدين شو منقصد باضطراب الغدة الدرقية. طبعا شكرا كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله نحكي شغلة مهمة تفيد. هلا الدرق عند الشخص الطبيعي لا بتنشف ولا بتنفحص، يعني حتى بالجس أنا ماني قادر أفحصها، مجرد ما حسيت إنه في ضخامة غدة فصرنا أمام إشكال، يعني مشكلة درقية مشكلة مرضية. هلا طبعا قد يكون في ضخامة غدة ويعني مع سواء درق، يعني الدرق عم تشتغل طبيعي بس كبير شوي، طبعا هذا مرض، يعني نفس الشيء هذا مرض، وهذا أبسط شيء ممكن يشوفه. وهذا الأشيع ببلدنا، يعني احنا أكثر من ثلثين مرضانا هني مرضى درق، أكثر من ثلثين مرضى درق، بس يعني تعبير مرض غدي درقية كتير كتير فضفاض. يعني ما بيصير المريض يجي يقول لي أنا معي غدي، المريض بده يجي يقول أنا عم أشكي من كذا كذا حالات، ايه عم أشكي الشكوى كذا، والطبيب بده يتوجه شو مشكلة الدرق اللي عنده. ايه طبعا كثير بنشوف، طبعا اكيد اكيد بتصيب النساء اكثر مثل اغلب امراض الغدد. ليش النساء حتى بالمرض النصيب الاكبر؟ نحن كلهم ما عدا امراض كثير كثير خفيفه، يعني ممكن تكون متساويه بين الذكور والاناث، وامراض اقل بكثير بتكون عند الذكور اكثر. فكل امراض الغدد وخاصه امراض المناعه الذاتيه عم تجي عند النساء اكثر من الرجال. طيب خلينا هيك نتوسع اكثر ونحكي اليوم وقت اللي بيجي لعندك مريض وعنده اي نوع من الحالات اللي ممكن تصيب الغده الدرقيه، اليوم في مسبب، في اسباب اليوم عملت قصور، عملت خمول اللي هو الحاله المرضيه، اليوم شو اهم الاسباب؟ هلا نحن طبعا اهم شيء انه المريض يتوجه لاخصائي. نحن عم نشوف تحاليل، طبعا تحاليل الدرق كثير غاليه، يعني أقل تحليل للدرق واحد منهم أقل واحد بيكلف 50 ل 60 ألف ليرة. هدول عم ينطلبوا من الأطباء العامين أو من أطباء مو أخصائيين غدد، عم ينطلبوا بشكل كتير كتير فضفاض وكتير في تكلفة على المريض. يعني عم ينطلب 3-4 تحاليل للدرق وأنا بكفيني تحليل واحد، وبيقولوا غالي جدا، مكلف حكيم، مكلف وبيشدي، يعني عمليا ما بيصير إلا أطلب إلا تحليل واحد. نعم. وانطلق منه، انطلق من هالتحليل. طبعا نحن قصور الدرق كثير بنشوفه وخاصة عند النساء، والسبب الأشيع هو التهاب درق مناعي خلوي مزمن بشكل مناعية، يعني الغدة بتشوف الجسم، بيشوف الجهاز المناعي بيشوف الدرق كأنه غريبة عنه فبيهاجمه وبيقتله. وأكثر شيء بنشوفه عند النساء، يعني أكثر من 10-15% من النساء بعد سن 60 عندهم قصور درق بطبعا المرض نسميه هاشيموتو. هاشيموتو هو الطبيب اللي أول ما حكى عن المرض. فيفترض أن قصور الدرق شغلة كتير كتير مهمة وإلى علاقة طبعا بتأدي لزيادة وزن، فهذا الشيء اللي بيخلي المريض يجي لعند يراجع الطبيب. يعني ويفترض أنه طبيب الغدد هو اللي يتابع الدراسي، يعني مو كل مريض عنده اضطراب بسيط بوظائف الدرق، عم نحكي مخبريا. لازم انا اطلب له تحاليل ممكن تكلف 1,000,000 ليرة. طبعا يعني فرط النشاط هو يعني اندر بشوي او اقل بشوي، كمان لازم طبيب الغدد هو اللي يتابعه، عاده بيراجعوا المرضى بحاله عصبيه، نقص وزن، زياده شهيه، اسهال، تسرع نبض، خفقان، هذا اندر بشوي. ف يعني الطبيب الغدد هو اللي لازم يحدد المسار، يعني كيفية مراقبة أو كيفية مقاربة المريض، ولا طبيب تاني قادر.
والا عم نكلف المريض ماديا، عم ندفعه ماديا وبدون نتيجه. اخر شيء بنروح للاختصاص، خلينا من بدايه الفكره يكون بالاختصاص. طبعا هيك يفترض يكون. تمام دكتور، بعض الاشخاص اليوم بيقولوا لك انه الاعراض ممكن تظهر بدايه خفيفه، ممكن تعب وهم بالجسم او زياده ونقص بالوزن، طيب انا شو العارض يلي ممكن يظهر عندي لحتى اعرف انه انا عندي مشاكل بالغده الدرقيه؟ هلا نحن اي طبعا مشاكل الدرق ممكن تبلش من الحياه الجنينيه. يعني من الاشهر الاولى للحمل اذا في مشكله عند المراه ممكن يصير تاثير على الجنين، يعني اول 3 4 شهور الجنين ما عنده درق فبده ياخذ هرمون الدرق من امه. طبعا بالنص الثاني لحاله الدرق بتتشكل وهي بتصير تشتغل لحالها، بس بده ياخذ الماده الاساسيه من امه. صحيح. فنحن كل يعني طبعا من البدايه كل امرأة عندها قصور درق وحملت بدون علم، طبعا يفترض تخبر الطبيب، فرضا ما عرف الطبيب يفترض تزيد الجرعة تقريبا 30-40% جرعة الدواء اللي عم تاخده. يفترض هاي بداية الحمل، ويفترض نراقب الجنين، يعني احنا يفترض نعالجه حتى وهو يعني هو أثناء الحياة داخل الرحم، وإلا رح يطلع الولد متخلف عقلي، رح يصير عنده مشاكل مستقبلا إذا ما كنت أنا حذر كتير. وهلا عندنا نحن بالبلد وبكل الدنيا في شيء اسمه مسح لقصور الدرق الخلقي. يعني بيجي الطفل حجمه كبير شوي، بيتاخر خروج العقي، اليرقان الفيزيولوجي اللي بنشوفه عاده بيستمر 10 ايام 15 يوم، بيستمر فتره اطول، البكاء يعني بصوت شوي اجش، تطبل بطن، مثل ما حكينا تاخر خروج العقي، هدول لازم فورا. طبعا نحن عم نسوي مسح باليوم الثالث بعد الولاده، كل الأطفال المولودين حديثا كلهم دون استثناء نحن عم نعمل لهم مسح لاستقصاء وجود، يعني وجود قصور درق عنده ولا ما في قصور درق. إذا شفنا باختبار المسح أنه في مشكلة بيتوجه لعند الأخصائي فورا، يفترض يتعالج خلال أسبوع لأسبوعين. يعني أهم مرحلة بتشكل الجهاز العصبي هي أول سنتين من العمر، إذا أنا تأخرت لبعد السنتين هذا الولد طلع متخلف عقليا، هلا بيصير طبيعي من كل النواحي ما عدا الناحية العقلية، بصير شاب أو امرأة كاملة بكل شيء بس متخلف عقليا بسبب الغدة، بسبب قصور الغدة الخلقي. طبعا مشكلة كتير كبيرة، لذلك هلا في اختبارات مسح عنا بالبلد عم تصير. هلا ممكن يصير أحيانا من قطعة المواد يوم اثنين ثلاثة أو أسبوع بتصير، بس بشكل عام ما بياخد اللي بتولد بالمشفى ما بيعطوها وثيقة ولادي أو بيان ولادي إذا ما سووا اختبار لابنه. هذا الاختبار بده يصير باليوم الثالث. هلا إذا ولادي طبيعية أو حتى قيصرية تتخرج بنفس اليوم المريضة، ما بتاخذ وثيقة ولادي لترجع، ما بيعطوها إياها لبعد ما بيسووا الاختبار لابنه باليوم الثالث أنا بدي أسويه. فكتير مهم. هلا عند الأكبر شوي عند الأطفال أي اضطراب بالدرق أكيد رح يأثر على نمو الطفل، رح يؤدي لزيادة وزن، رح يؤدي لقصر قامي، طبعا رح يؤدي لقصر قامي. فمن ضمن المخطط اللي بدنا ندرسه عند أي طفل عنده قصور قامي هو المحور الدرقي، وظيفة الغدة الدرقية. طفل عم يجي بزيادة وزن أقصر من رفقاته، أكله خفيف ووزنه عم يزيد، تأخر أداؤه المدرسي، كل هدول بدي استقصي له وجود قصور درق. طبعا فرط النشاط أندر بكتير عند الأطفال. طيب. حتى علاجه أصعب. طيب دكتور هيك عم نحاول سريعا نعبي بالوقت المتبقي معلومات هيك كرمال أي حدا عم يشوفنا يستفيد اليوم. شو هو العارض الأول يعني ممكن يظهر على أي شخص يكون تشخيصه هو مرض غدة قبل ما يروح للاختصاصي؟ إيه هلا نحن أهم شيء إذا كان طبعا قصور الدرق شيء، فرط نشاط الدرق شيء، والسلعة الدرقية شيء ثاني. هون بيقولوا إنه ببين حتى بالسلعة الدرقية هي لحالها. صح. للرقبة. صح. طبعا. تصير ضخامة مقدم العنق أسفل مثل ما حكيتي بالمقدمة مكان الدرق بتظهر ضخامة. هلأ أي امرأة إذا أخذنا امرأة مثلا عندها زيادة وزن، تباعد طموس، اضطراب طمس، تساقط أشعار، خشوني بالجلد، ميل للنوم، ضعف بالتركيز، هاي لازم تراجع مشان قصور غدي درقية. نعم. العكس إذا كان في نقص وزن مع زيادة شهية مع زيادة أكل مع إسهال أحيانا مع خفقان توجه باتجاه فرط نشاط الدرق. هلا السلعة الدرقية طبعا نحن عم نحكي السلعة الدرقية قصة تانية، تكون في ضخامة غدي بس المحور الدرقي طبيعي، الغدي عم تشتغل طبيعي، الدرق ما عم تأثر لا فيها زيادة ولا فيها نقص، وهي بدها علاج بدها تدبير.
طبعا الحل هو بالاساس هو الوقايه عن طريق اضافه اليود للمي وللاكل اللي عم ناكله. ناخذ وارد كافي من اليود، الضرب بده يود وفي نقص يود فبدها تكبر اجباري مشان تكفي الجسم. تمام، خلينا دكتور نوضح العلاج اليوم، طرق العلاج ان كان بالادويه ومتى احنا ممكن نلجا لجراحه لاستئصال الغده الدرقيه. هلا نحن الجراحه محصوره او شبه محصوره بثلاث حالات. تمام. الحاله الاولى وجود عقد درقيه، وهالعقد انا طبعا العقد الدرقيه لازم دائما ميل نحو السلامي، فهي غالبا سليمه، غالبا اقل من 5% من العقد الدرقيه فيها يعني فيها خباثه، مو اكثر من يعني او نسبه حتى اقل من هيك. فانا العقد الدرقي يفترض شيلها في حال شكيت بخباثه. طبعا الايكو هو اهم فحص، الايكو هو الفحص المفتاح في مقاربه الدرق، ايكو الدرق بيد خبير. بعد طبعا حسب الايكو في قسم من هالمرضى بدهم رشافي بالابره اف ان اي، الاف ان اي هي الخطوه الثانيه بمقاربه العقده الدرقيه. هون عم نحكي عن مريض عنده سواء درق، المحور الدرقي طبيعي، نحن بس شفنا فرط نشاط او قصور غالبا بنتجه باتجاه السلامي، ما عاد بنتجه باتجاه الخباثه. فانا بشيل الدرق وقت اللي الاف ان اي وايكو الدرق وجهني باتجاه الخباثه. في حاله ثانيه هي الناحيه الجماليه، احيانا امراه بتجي المنظر ما انه مقبول اطلاقا ممكن نشيلها. والحاله الثالثه اذا سوت اعراض انضغاط موضعيه، يعني بتنضغط الرغامه تتضيق كثير بيصير ضيق نفس، بنشوف احيانا الرغامه كلها يعني متجهه باتجاه مانع الخط المتوسط يمين او يسار، بتسوي ضيق نفس شديد فبضطر شيلها. هلا المعالجات اذا في قصور غدي العلاج سهل كثير، العلاج هو هرمون الدرق عن طريق الفم، علاج بسيط وسهل، وهذا علاج كل العمر غالبا اذا صار قصور درق. اذا في فرط نشاط القصه مختلفه شوي، لازم حدد السبب، واللي نحن عم نشوفه انه عم يتعالجوا مرضانا بدون تحديد السبب، لانه عندي شكل واحد فقط ممكن يطيب دوائيا، طبعا بيطيب عفوي بس انا بعالج لمده سنه سنه ونص، نمط واحد هو دائي قريب. اخر شيء ممكن نروح لل الجراحة يعني كمان ما بنلجأ لها، أو اليود المشع طبعا، يعني جراحة أو يود مشع، واليود المشع صار مفضل لأنه أنا ما عم سوي أي رد للجسم، عم أعطي جرعة يود مشع، عم نحكي بحالة فرط النشاط. تمام دكتور، يعني بختام حديثنا معك دكتور رجب محمد مقصود اخصائي غدة تصم وسكري، بدنا نشكرك كثير على كل المعلومات المهمه اللي قدمت لنا اياها، ودائما لما بنحكي عن بعض الامراض بنركز على العلاج المبكر لحتى نتفادى رحله العلاج الطويله. شكرا لك يا دكتور. شكرا لكم، شكرا كثير كثير، بتمنى يكون الوقت اكثر شوي مشان نحكي بس. شكراً حكيم لحضورك اليوم، واكيد بالصحه والسلامه للجميع، واكيد انه وقفات ثانيه بصباحات اخرى، اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم، أهلاً شكراً. أما هلأ لوين؟ على طرطوس روحي. أما هلأ مشاهدينا خلونا ننتقل لتقرير التالي من طرطوس، وأغاني طربية وتراثية منوعة قدمها كورال أطفال نهوان ضمن احتفالية غنائية أقيمت على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة طرطوس. تفاصيل أكثر من تابعها سوا مع مراسلنا محمد حسن. أغاني طربية وتراثية منوعة قدمها كورال أطفال نهواند بقيادة الأستاذة حلا نقرور ضمن احتفالية غنائية أقيمت على خشبة مسرح المركز الثقافي بمدينة طرطوس. نحن أولاد هالشرق ومن هالشرق جينا، ولازم دايما نغني حفلاتنا وأفراحنا ورسيتالاتنا بأغانينا الشرقية الطربية. أنا مع التجديد، مع التوزيع الهارموني، مع دايما إدخال الطابع شوي الكلاسيك إذا بدنا نقول الغربي، التنويع التلوين، بس من غير ما نغير بتراثنا وموروثنا الشرقي. يعني أنا كفنانة سورية بعتبر هاي رسالة وهدف إلي، وأنا لهالهدف أسست كورال نهواند بقسمه الصغار الأطفال واليافعين والكبار اللي عم نحيي حفلات طربية. عم نحاول نقدم فيه الفن الراقي للجيل الجديد بعيد عن أي شيء من اسمه اللحن السريع. أنا
اليوم بدي شارك بهالكورال لأن الكورال كتير حلو وأغانيه حلوة. هيك شيء نسترجع فيه كل شيء إنه كل أغانينا القديمة، وأنا هاي مشاركتي الأولى ورح ضل بالكورال. الموسيقى هي غذاء الروح، من خلال الموسيقى قادر تعبر عن كل شيء، بقى كيف كان إذا كان تعبير راقي وجميل مثل ما شفنا هلا. بشكل عام كتير حلو إنه مشجع للأطفال لقدام إنه هني يشوفوا مستقبلهم كتير حلو. حفلة رائعة بتكون حلوة كتير كتير، وعم نتسلى يعني عم ننبسط عم نحس عن حالنا عم ننتقل لعالم تاني معهم. كورال نهاوند ومنذ انطلاقته يسعى لإحياء الطرب والتراث والفولكلور والحفاظ عليه من خلال كورال الأطفال والكبار عبر الحفلات المقامة في مختلف المحافظات السورية وتقديم الغناء الشرقي الأصيل بطريقة إبداعية. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وصلنا معكم مشاهدينا للفقرة المحببة عند كل الصبايا والسيدات، ورح نحكي عن الإكسسوارات يلي دايما بتعطي الشيء اللي نلبسه إن كان بالمناسبات أو الأيام العادية أناقة وجمالية أكثر. ومؤخرا كثرت مشاريع الهاند ميد وخصوصا بمجال صناعة الإكسسوار باختلاف أشكالها وأنواعها اللي عم بتلبي أذواق كل الصبايا وتحقق الربح والفايدة لصاحبة المشروع. اليوم مشاهدينا رح نتعرف على مشروع جديد لصبية طموحة، خلونا نتعرف عليها سوا، مصممة الإكسسوار بيان التل. يسعد صباحك. صباحك أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير يا بيان، أهلا وسهلا فيكي. شو الشغلات الحلوة اليوم هيك؟ تسلمي كلك ذوق. هي عرفانة شو تجيب مع اليوم يعني. بيان، قبل هيك ما نروح بتفاصيل مشروعك، ودائما نحن خلينا نقول مساحاتنا اللي بناخذ فيها الإكسسوار بنحكي هي كمشروع اليوم اقتصادي، اليوم انت عم تقدري تعيشي منه يعني اكيد رزق لك. بدايه خلينا نحكي اليوم عن عملك بشكل عام جديد اليوم بعالم الاكسسوار. ايه هو كتير سهل يعني بالنسبه لي، بس بده وقت لانه بضطر اني انزل على الشام واتسوق واعملهم انا وكمان لصور، والتسويق صعب شوي يعني كونه انا ممرضه فبعيده شوي عن الاكسسوارات، بس انه هيك بالفطره بشتغلهم تمام. وبعمل هيك. خلينا نحكي عن الألوان الصيفية الدارجة، يعني عم نشوف كتير في تدامج بالألوان، في ألوان فاقعة عم ندمج أكثر من لون. خلينا نحكي عن أكثر شيء دارج هلا بالصيف. هلا أكثر شيء الزهري، لأنه شفتي الباربي رجع درجت وعم اشتغل زهر أكثر شيء. عم نشوفه مع البرتقالي مع الأحمر عم يدمجوهن سوا. هلا أنا شخصيا أنا بحب الشيء الناعم اللي كتير سادة، فبعمل الشيء اللي أنا بحبه هيك أنا. حلو. بس اليوم الديزاينات المشتغلتية يعني كتير دقيقة، يعني خلينا نقول لك مقلدة بطريقة غريبة. تماما. هلا يعني أنا صراحة أنا بطلع محلات الذهب وبسأل شوي، فبحاول إني أقلد الذهب أكثر شيء. كتير حلوين، حتى يعني ما في ولا ملاحظة، أحيانا بتحسي إنه السنسلة ما بتلبق لل خلينا نقول خرزة، أو بالعكس اليوم بيان قدراني أنت تنسقي بين خلينا نقول الديزاين بشكل كامل. إيه الحمد لله في هذا عملته. بس يمكن سيدة. بيان اليوم كثير من الصبايا بيقولوا لك طيب انا هذا النوع من الاكسسوارات بركي حسستني، طيب انا اذا اخذت منها كيف بدي احافظ عليها، احافظ على لونها؟ هي الفقره كثير مهمه بالنسبه لي. هلا اول شيء انا بعدت تماما عن الشغلات اللي بتروح لونها فورا. تمام. لانه في شيء كنت انا وقت بلشت مشروعي لسه ما كنت بعرف كثير الشغلات اللي منيحه من اللا، ففي شيء انا وعم بشتغله يروح لونه اتفاجئ، طيب هي الزبونه اذا بدها تشتري مني اكيد رح تكون فورا لونه كيف يعني، فانا لو انا بدي اشتري اذا بخيت عطر عليه رح يروح اللون. كل هالتفاصيل يعني فعلا بتهم الصبايا. ايه هلا انا صرت اشتغل بالبرازيلي اكثر شيء، هو بضاين يعني اكثر شيء، وما في اكسسوار انا بحب اقول لكل العالم انه ما في اكسسوار ما رح يروح لونه الا اذا كان ذهب او فضه، يعني حتى الفضه نحن بنضطر نطليه كل فتره مشان يضل لونه لامع وحلو، فانا حاولت اشتغل بالبرازيلي اللي بضاين لونه اكثر شيء، وطبعا السعر عم يختلف بس المواد الاوليه قصدك. يعني خلينا هيك نركز على مشروعك اليوم كرمال اي صبي
شفنا تستفيد من تجربتك، يعني شو هي اهم الصعوبات اليوم؟ كيف عم تقولي لي التسويق وانت مريضه، المفروض يكون عندك يعني مجال واسع بالتسويق. هلا صراحه خلال يعني المحيط اللي حواليك، يعني انا في عندي رفيقتي هي دكتورة اسنان كمان، بوجه لها تحيه، اسمها لارا عامر، هي كثير عم تساعدني بمجال التصوير وكل شيء عم تتعب معي، بتقول لي انا بعتيني عم طب الاسنان ان شاء الله، هي بتشتغل معي كل شيء. فبنصح انا كل صبيه انه وقت بدها تبلش خليها تبلش بالشغلات فورا المنيحه، حتى لو كان راس المال شوي رح يكون كبير، بس معنى يعني انه هو اسمه ورح يكبر، المهم انه يضل تجي لعند الزبونه مره ثانيه وثالثه لما تلاقي اول مره انه هي مبسطه في ثقة بالقطعة. وكنا يمكن بنعرف قد ايه اليوم الاكسسوارات بحاجه اليوم لجهد لوقت لتعب من صاحبته. طب خلينا نحكي هدول بلاكات ام سناسر؟ هلا بتصير خلاخير، تمام، وبتصير بلاكات. ممكن تاخذ معك وقت اليوم؟ ولا شيء، قديش مجرد يعني ثابتة. كل قطعة بتختلف عن الثانية، في شيء ربع ساعة، في شيء نص ساعة. خواتم كمان حلوين. هدول كثير بارجين هلا وعم بعمل منهم اللبس وثلاث أربع. أنا هيك لبست لك ياهم كرمال يعني أحجام معينة أو قياسات حسب الإيدين ولا كيف؟ هلا أنا بعملهم تقريبا على مقاس أصابعي. وإذا البنت ممكن يكون في تواصي مثلا؟ إيه طبعا. بقول لها أنا بس سلمك بظبط لك على قياس إيدك. اليوم عم شوف العين الزرقاء كثير، إن كان بالستصال إن كان بالخاتم، يعني اليوم يمكن طلب الصبايا كثير على هي. إيه كثير شيء العيون، حتى الخاتم هذا الناعم عم تقول لي اعملي لي منه سلسلة كثير ناعمة، سوارة كثير ناعمة، بس عين، يعني كثير مطلوبة العين، حتى إذا بتلاحظي أغلب الشغل فيه عيون. تمام. بالنسبة لموضة الخيطان لسه موجودة عم تشتغلي عليها؟ هلا هي كثير مزعجة بالنسبة لي، فأنا ببعد عنها، إنه خرز وعيوني بدهم يجعوني، فأنا بالغنى عن هالشيء. فأنا بشتغل طبعا للي بيطلبوا مني، إيه بس إنه أنا أشتغله وأعرضه ما يعني بنبعد شوي عن الموضوع. هاي بدي أقول لك كأنك اليوم يعني رايحة بس للون الذهبي، ما في بالعادة بنستضيف حدا بيكون اشتغل لولو خرز خيطان، يعني عم اقول لك انا عم بعد عن الشغلات المتعبه بالنسبه لي مشان الوقت، يعني كمان هدول بدهم وقت كثير، فالفضي مطلوب عندي 1%، فلهيك انا عم بعد عنه كثير، ولونه كمان ما بكفله، فلهيك عم بعد عنه يعني صراحة. حتى كمان بنشوف بعض اللي عندهم هيك مشروع تصميم اكسسوار بيكون عندهم شغل كمان، مثلا ممكن يحطوا الاكسسوار على الجزدان وكان على اي شيء. ممكن انت بس بتلجئي على الاكسسوارات ام لا ممكن تعرضي اكسسواراتك على غير هي؟ لا صراحه بس عم بعمل اساور وطواق، يعني حلق، خلخال، شغلات لبيبي صغير. كمان بتلاقي نباريج أرجيلة؟ لا لا أبدا ما عم بشتغل هيك. يعني بجوز بالمستقبل إنه إيه، بس هلأ لا أبدا. هاي شيء مبدئي. قد إيه حلوة هي القطعة؟ كثير حلوة. برونزية؟ لا حلوة كثير، يعني ملفتة، حتى الحجر اللي بقلبها غريب يعني. هو أنا كل حجر بنقيه ساعة صراحة لحتى يطلع الشغل هيك ملفت، وكمان التصوير عم يلعب دور كبير، وبيقولوا لي كل القطع إنه على الواقع أحلى من الصور بكثير. حلو، حلوة كتير، يعني اليوم يمكن أي قطعة عم تشتغليها عم بيكون فيها حب، يعني ذوق أكثر من أنه أنت اليوم عم تتعبي بعملها يعني، واللي بإيدك حلوة كتير. خلينا نشوف على الكاميرا، فرجينا إياها هون بعد إذنك، هي كاميرتك لو سمحتي. الكف هو كتير مطلوب، وأنا عم بعمل شغلات لسه أنا عم من هيك، بس أنه هو يعني في ناس بتحبه مناسبات يعني. في ناس لا، هلا هو بيغني عن الخاتم والاسواره كمان، وهلا هلا رجع درج عن جديد، يعني هو كان قديم دارج، هلا رجع عن جديد، بدنا كف، تعملي لنا كف، في وحده قالت لي كمان بدي كفين. طيب دائما بنسال الاشخاص اللي عندهم هيك مشاريع كيف بتقدري تسوقي اليوم لمشروعك؟ هل بتلجئي للسوشيال ميديا ام بتلجئي للاشخاص يلي حواليك؟ شو الطريقه يلي لاحظتي انه فعلا اجاكي اشخاص حتى يشتروا من منتجاتك؟ هلا على الحالتين عم بشتغل، معارفي طبعا والسوشيال ميديا. ما وين استفدتي اكثر؟ على السوشيال ميديا. يمكن هو اليوم صار مجال واسع، يعني بوابه خلينا نقول. بيان ما نشكر حضورك لليوم، ونتمنى لك هيك النجاح بعملك، ونشوفك دائما هيك باشياء كثير مميزه مثلك. اهلا وسهلا فيكي. شكرا لك يا بيان، وتصبحنا.
أما نحن قبل ما نروح لآخر مساحاتنا لليوم خلونا نروح لتقرير ولحما وضمن برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة. تعمل عيادة الأطفال ضمن العيادات الشاملة في حما عن تقديم خدماتها. خلونا نكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي مع مراسلنا حسام أشرف. ضمن برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة تعمل عيادة الأطفال ضمن العيادات الشاملة في حما على تقديم خدماتها وفحص الأطفال حديثي الولادة، حيث يتم فحصهم قبل بلوغ شهرهم الأول من العمر وتشخيص نقص السمع في حال وجوده قبل عمر 3 أشهر، مما يسمح بالتدخل المبكر والصحيح. احنا حاليا بعيادة الوليد، بتقدم عيادة الوليد هو الفحص الاولي للطفل حديثي الولادة من تحت عمر الشهر، طبعا بتقدم فحص كامل للطفل مع اجراء الاختبار للبث الصوتي اللي بيحدد لنا نقص السمع عند الطفل خلال الفترة الاولى من عمره. طبعا هذا الفحص بيكون على مراحل، المرحلة الاولى بيتم تشخيص انه في عند الطفل نقص سمع، اذا في عند الطفل نقص سمع بيتم اعادة هذا الفحص، ومن ثم إذا كان تأكد أنه في عنده نقص سمع فبيتم إحالته إلى المركز التخصصي اللي هو بمشفى الأسد الطبي. هنيك بيتم عملية تأكيد التشخيص وتحديد مدى نقص السمع عند الطفل والعمل على متابعة هذا الطفل ومشان يكون فيما بعد يسمع هذا الطفل. في عنا اختبار السمع عن طريق جهاز البث الصوتي، بنعمل له اختبار. إذا كان الاختبار باص يعني الطفل سليم ما بده شيء، أما إذا طلع ريفير نعطيه إعادة بعد أسبوع موعد. بعد الأسبوع الثاني إذا طلع ريفير مرة ثانية بنحوله لمركز التشخيص عندنا هون بحما بالمجمع الأسد الطبي. والله الأمور الطفل الحمد لله كل ما بنجي إن شاء الله معاينة كويسة، مراجعة الطفل يعني العناء بالطفل كتير كويس الحمد لله، يعني ما في أي إشكالات إنه في مثلا الأذن أو المراقبة كلها كاملة الحمد لله. أنا أجيت لعند الدكتور هون مشان أفحص لابني مشان الأذن وفحص لي إياه والحمد لله الأمور جيدة. صراحة اليوم أخذته على عيادة الوليدة هون، فيه إنه فحص للأطفال، فيه فحص لنقص السمع، فحصت ابني من الطرفين اليمنى واليسرى، الحمد لله رب العالمين طلع الحمد لله سليم. برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع لدى حديثي الولادة يمر بعدة مراحل، تبدأ بمرحلة الكشف في مراكز المسح ومن ثم إجراء الاختبار الذي يقود إلى التشخيص السمعي، وبعد ذلك تأتي مرحلة التدخل التي يتم فيها تركيب الأجهزة السمعية أو عمليات زرع الحلزون، ومن ثم التأهيل والتدريب والمتابعة. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. أما هلأ خلونا ننتقل لفقرتنا الأخيرة لليوم، ويعني مو كل الأطفال للأسف بيولدوا أصحاء، لأنه بنفس الوقت ممكن نشوف كتير أطفال عندهم أمراض، عندهم مشاكل صحية ممكن بسبب عدم أهمال الأهالي وتأخرهم باكتشاف الحالة أو اكتشاف العلاج. لكن دايما بنقول أنه العلم هو بوابة لكل الحالات الصحية والجسدية والنفسية. رشا، أكيد هادي، ودائما وقت منقول طفل فهو اليوم هبة من رب العالمين وهو أمانة بأعناق الأهل اللي دائما بيتمنوا يشوفوا هذا الطفل بأجمل الحالات الصحية والجسدية. ولكن يعني مثل ما قلنا بعض الأطفال بيكون نصيبهم أنه يخلقوا بمشاكل خلقية ويكون عندهم مشاكل خلينا نقول بالاضطراب السلوكي. ولكن اليوم المراكز اللي تعنى بهي الحالات أثبتت وبجدارة عمل على الأرض وقدرت تسجل حالات شفاء كتير من هدول الحالات. وإذا اليوم ما في شفاء اليوم فعنا تراجع بالحالة ليكون الطفل سويه بين الناس وراحت لدمجهم لحتى يكونوا هنون أطفال فعالين بالمجتمع وليس عالي على المجتمع. اليوم رح نضوي أكثر على عمل هدول المراكز، شو عم بيقدموا وكيف عم يكون خطة العمل وشو هي الحالات اللي عم يكون فيها شفاء كتير مهم. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة صبا حمود، دكتورة في إدارة الأعمال ودكتورة في علم النفس ومديرة مركز أنا وطفلي. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا كيفك؟ أهلا وسهلا.
دكتوره. تمام، اهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. اهلا وسهلا، يعني يعطيكم الف عافيه، عم تهتموا بهدول الفئه من الاطفال اللي فعلا هنون بحاجه لرعايه ودعم اكثر. خلينا بدايه نتعرف عن عمل المركز، عن الحالات الموجوده فيه. نعم، هلا نحن بمركزنا في بناخذ جميع حالات اللي عندها مشاكل سلوكيه، في مشاكل نقص السمع، مشاكل تأتأة والابدال والخنف، وبالاضافه لاطفال الشلل الدماغي، هدول الاطفال اللي بيحتاجوا للتاهيل الفيزيائي بالاضافه للعلاج السلوكي. هلا حالات التوحد، او بالاحرى نحن في عنا في احيانا اخطاء التشخيص بتصير، هي اللي بتخلي لما بصير في خطا بتشخيص اي حاله بتخلينا نتبع خطوات ومراحل علاج خطا، فتشخيص اي حاله يحتاج الى زمن. بدايه نحن لما الطفل بيجي بالبدايه بنسمع شو رؤيه الاهل او شو الاعراض اللي عم يشوفوها عند الحاله. طبعا هي ما فينا نقول عنها امراض، اللي ما عنده هي عباره عن اضطرابات سلوكيه وتواصل. يعني بعد دراسه الحاله المبدئيه الاوليه، سماع شكايه الاهل، نسال الاهل وين تقرير طبيب عصبيه، لانه كثير ضروري نعرف هل هو في عنده فعلا مشكله بالدماغ بالاعصاب ام لا. بناء على تشخيص طبيب العصبية نبلش نحن رحلة وضع الخطة والأهداف لعلاج هاي الحالة. هلأ في عنا شيء اسمه الانسحاب البيئي عند الطفل، هاي الحالة تتشابه جدا أعراضها مع أعراض التوحد. فنحن كتير مهم أنه نعرف نشخص بشكل دقيق لحتى نقدر نفصل هاي الحالة عن هاي الحالة. ودائما التشبيك مع الأطباء الأخصائيين عم يكون كتير مهم، وخاصة مثل ما ذكرت اليوم التشخيص الخطأ عم يكون مشكلة برحلة العلاج، وحترجعوا كمركز من نقطة الصفر. اليوم ما شاء الله دكتورة صبا، حضرتك كنتي مشرفة أنت وأخصائيين على حالات طفولية كتير كانت صعبة. وفي منها كتب لإلها شفاء، يمكن في أطفال ضمن المركز كانت أول خطوة لإلهم بمركز أنا وطفلي. صحيح. اليوم هيك حضرنا شوية كليبات حالات اليوم رح نتعرف عليها من خلالك ونعرف كيف كان التشخيص، بس هيك يكون جاهز لكليب خبرونا لو سمحتوا. طيب خلونا ناخذ اول كليب، اول حاله، ونتابع على الشاشه دكتوره لحتى تقدري تشخصي لنا الحاله. تفضلوا. شوف الحالة لطفلة على سلم، يعني عم تشكو أنت حالتها. هذا الموضوع هو باختصاص الأخصائيين علاج فيزيائي، في معنا الدكتور رامز الله يعطيه العافية، هو مشرف دائما ومتابع لهي الحالات. شو كانت حالتها؟ هي في عندها أنه ميلان بالرجل وتقوس، وفي عندها صعوبة بالمشي، فبالتدريبات والتمارين هي اللي نقوم فيها من خلال، طبعا نحن في عندنا تجهيزات خاصه لعلاج هاي الحالات، يعني فمن خلال التدريب المتواصل للطفل والشغل معه هي توصل لنتيجه جيده. تمام، كان في تطور بالعلاج لبعض الاطفال، خلينا نحكي ونوضح عن الحالات اللي تمت متابعتها ووصلت لمرحله الشفاء. نعم، هلا في عندنا طفله ما بعرف اذا خلونا ننتقل لو سمحتوا للحاله الثانيه كرمال هيك نعرف اكثر اليوم شو كانت حالتها وكيف كان التشخيص. تفضلوا. تمام، شو فينا نفسر هيك حالة دكتورة؟ هلا هذا الطفل هو اسمه نظير، هو كان عنده شلل دماغي رباعي رخو. هاي يعني الطفل بهي الحالات ابدا عنده العضلات ما بيقدر يستخدمها، ولا حتى هي حاله انه يجلس ظهره او يرفع راسه. هذا بعد شغل، بعد شغل وتعب من الاخصائي اللي عم يشتغل معه، يعني هاي الحاله الاستاذ رامز له فتره منيحه مستلمه وعم يشتغل معه. فكتير صعب لولا التزام الاهل طبعا معانا بمواعيد الجلسات، لازم انه مساعده الاهل بتكون بانه هم يلتزموا معانا بالمواعيد المخصصه. أكيد. نحن لانه كله متكامل، عملنا مع عمل الاهل، يعني احنا ما فينا ننجز او نحقق شيء دون ما يكون الاهل عم يتابع معنا. شركاء اليوم انتوا؟ تماما
تمام. خلينا نرجع لموضوع العلاج ونسبة الشفاء يلي سألناها عنك دكتور. هلأ في عنا طفلة تانية كمان تماثلت للشفاء، كان خطوات الأولى عنا بالمركز، كمان كان عندها شلل رباعي وكانت غير قادرة تمشي بدون مساعدة، فنتيجة العلاج هي الطفلة اسمها مها، نتيجة العلاج والجلسات المتواصلة قدرنا نوصل معها للخطوات الأولى. طيب احنا محضرين كليب لمها لطفلة يعني بخطوات الأولى ضمن المركز، خلونا نشوفه. ألف علي همزي، مين كتبها هاي؟ كتب لي مثل هاي ألف. أنا همزي. يلا برافو. شو هذا يا يحيى؟ ألف؟ اللي ألف؟ ألف همزي. قبل ما نرجع نشوف كليب مها، يحيى اليوم من شو بيعاني؟ وعم نشوف انه اليوم هو بعمر هلا هذا الطفل ما هو بيعاني من الايكولاليا اسمها او الصدوئيه. شو يعني دكتور؟ يعني انه الطفل مثلا بسنواته الاولى بيكون بيقلد اي صوت بيسمعه، تمام، لحد سن سنتين ونص ثلاث سنوات بيكون الطفل عم ياخذ من البيئه، عم يكتسب اي كلمه لحتى يصير عنده مجموعة معلومات تراكمية. الطفل إذا تجاوز سن الثلاث سنوات واستمر بهي الحالة إنه هو يقلد التكرار السريع والمباشر، يعني بتقولي له صباح الخير يحيى بيقول لك صباح الخير يحيى. إيه، فنحن بالتدريب بدنا يعني نحن بنستخدم المشكله اللي عنده لحتى نوصل لخطه علاج مناسبه. يحيى اليوم ضمن الفيديو عم بيجاوب، يعني صار جواب اليوم طبعاً فصل، قدر يفصل اليوم طبعا بالقصة. الطفل بعد لما هلا نحن مشاكلنا هي تعتمد على العلاج السلوكي التربوي، فلما بتتم كشف الحاله مبكرا من الاهل وبتم متابعتها من قبل اخصائيين، فحكما بيلاقي تحسن، بيحسن يندمج مع المجتمع بالحد الادنى، بيعرف يلبي احتياجات ويتخلص من لغة الإشارة المستخدمة عادة عند أطفال الطبقة. خلونا نشوف مها وخطوات الأولى ضمن المركز اليوم، قديش كانت فرحتكم كبيرة؟ جاهز؟ تفضلوا. تمام، خلينا لسه كمان نتابع حالك. بس قد ايه مها اليوم فرحة أهلها؟ يعني اليوم هي أول خطوة دكتورة عن هي أول خطوات بدون مساعدة، كانت مها تمشي بس بمساعدة، يعني هي بعد التدريب والعلاج الجلس يعني جلسات العلاج المنظمة التزام الأهل معنا، هي مهم دور الأهل جدا، لأنه ممكن كثير أطفال بنشوف وصلوا لمراحل متقدمة من أو طبعا الطفل بعد فترة ما عاد عنده قدرة على التحسن، فهو يفترض نبلش معه بسن مبكر. طيب تمام، نحن حابين كمان ناخذ امثله ونشوف حالات اكثر، خلونا نتابع. هون زرافه، هون افعل، هون سمك، برافو، هون خروف، هون فيل، احسنت، هون حمار وحش، برافو، هون حصان. قد ايه مهم اليوم دكتوره نحن ندمج الاطفال يلي عندهم اضطرابات بالسلوك؟ هلا المهم بالبداية نبلش عمل باكرا مع الأطفال حتى يكونوا مؤهلين للدمج، لأنه لما نحن بدنا ندمج أطفال عندهم سلوكيات غير صحيحة مع أطفال سليمين، الأطفال عادة شاطرين بمهارة التقليد، فنحن كرمال ما نوقع بهاي المشكلة يفترض نشتغل معهم علاج سلوكي تدريب وتأهيلهم تربويا بشكل جيد لحتى نقدر انه نوصلهم على مرحله حتى هنن الاطفال يكونوا بامان بالمجتمع، لانه الطفل حتى ولو ما بيعرف يقدر انه هذا مريض او عنده حاله خاصه او هو بحاجه انه متابعه بطريقه اخرى كي. فالاطفال ممكن يتعرض لضرر نفسي واذى نفسي نتيجه حالته اللي هو ما ذنبه فيها. طيب دكتوره بدنا هيك نحاول نعبي هيك معلومات مهمه لكل حدا اليوم عم يشوفنا وعم يشوف نتائج عملكم على الارض اليوم، كيف عم يتم تاهيل الكوادر الاخصائيين المشرفين اليوم على حالات الاطفال؟ هلا نحن في عنا دائما كل الاخصائيين عنا خضعوا لدورات تدريبيه في دبلومات باكاديميه دايموند فيوتشر، دبلوم تربوي هي خاص باطفال الاحتياجات الخاصه او تدريب مدرب مؤهل ليكون
يعني ليكون مؤهل للتعامل مع الاحتياجات الخاصة. طبعا التعليم الأكاديمي غير كافي لحاله، نحن بعد ما نخلص فترة التعلم والتعليم ننتقل على مرحلة التدريب الفعلي العملي، فنحن كل الأخصائيين بيكونوا عندنا لفترة معينة متدربين، ثم بصير انه اللي قدر يثبت جداته فعلا، لانه نحن ما فينا نجرب بالاطفال. صحيح، نحن بدنا نتاكد انه هل هذا الشخص هو فعلا قادر يتحمل هاي الامانه والمسؤوليه انه هو يشتغل مع هاي الحالات او لا. أكيد. خلينا نحكي عن التاهيل الفيزيائي للاطفال، شو الحالات اللي بيعنى فيها؟ هلا عندنا نحن مثلا الاكثر شيء انه الشلل الدماغي، اطفال الشلل الدماغي، لانه هذول لهم يعني عندنا بالمركز لهم اكثر من قصه بالعلاج او برحله العلاج. فالطفل هو يعني بيجوا الاهل بيكون في تقارير، بيكون في اطفال حالاتهم واضحه يعني، ولكن حتى العلاج الفيزيائي لا يجوز البدء فيه دون تقرير طبيب اخصائي. اكيد. طيب، وحتى الاهل اليوم رحتوا لاجراء كورسات كرمال الضرب، والاهل اليوم كيف يتعاملوا مع طفلهم خارج المركز؟ يعني نجحتوا بهي الكورسات؟ هلا نحن دائما بنحاول نعمل ورشات عمل كرمال نحن نعلم الاهل كيف يتقبلوا ابنهم وكيف نأهلهم لحتى يقدموه للمجتمع بشكل صحيح. هلا بالغالب ما بيكون الاهل رح يتقبلوا اي طفل شو من كان يكون، بس المشكلة أحيانا بيعاني منها الأهل بالمجتمع أو بالمحيط، إنه ليكي ابنك ليش عم يصرخ، ليش عم يعمل هيك، ليش. فهو هذا الطفل نحن لازم نحن يعني التوعية فعليا هي مو للأهل، لأنه معظم الأهالي بعد الانتهاء من مرحلة الصدمة بأنه ابنهم عنده هاي المشكلة هنهم بيتقبلوه، ولكن المشكلة بالمحيطين يعني دائما هنهم العامل السلبي يعني، ولكن كأهل اليوم مفروض هذا الطفل يكون بالضوء تماما يعني كرمال العلاج. تمام دكتورة، خلينا نوضح كان في تشبيك بينكم وبين أطباء اختصاصيين. هلا نحن في عنا طبيب علاء حبيب بطرطوس، في عنا مثلا احيانا نحن بنحتاج استشارات مشان حالات النطق في مركز دكتور حيدر عبود، في طبيب داخلي دكتور اباء، عفوا طبيب عصبي دكتور اباء سليم، في دكتور كاظم كمان هذا بحمص كمان طبيب اطفال. فنحن كل يعني كل حاله حسب شو المطلوب نحن بنوجهها باتجاهها. دكتورة، دائما هيك من خلال عملكم انت اليوم عم تحملوا رسالة إنسانية جدا مهمة، ويمكن نشوف أي حالة كانت بالنسبة للأهل اليوم حلم لإلهم أنه نشوفوا اليوم صحيح قادر يركز، قادر يمشي، قادر ينطق، قادر يحكي. صح، ودائما احنا بنقول للحلم في بقية وتتم. اليوم لوين رايحين بهذا الحلم؟ هلا نحن بعد ما بعد عمر في عنا عمر معين لعمر ال11 او حد اقصى 12 سنة، بعدها ما بقى نقدر نستقبل الطفل بالمركز. فنحن في عنا حلم اكبر بانه نحن نساوي مثل مدارس مهنية لتأهيل هدول الاطفال باعطائهم حرف ومهن. هلا ونحن في عنا كمان بدنا نفتح معهد عالي للتخصصات إدارة الأعمال وعلوم السياحية، معهد الإلياذة. فكمان هاد الأطفال اللي بيتجاوزوا مرحلة الصعوبات وهيك شو حلو اليوم مستمرين بحلمهم اليوم. فهذا المعهد هو موجود حاليا بطرطوس، بس رح يكون إن شاء الله بالسنة القادمة بحمص. فالفكرة أنه نحن هذا الطفل الأطفال بعد ما نتأكد أنه هنن تجاوزوا مشكلة صعوبات التعلم، تجاوزوا مشكلة، وبالنسبة لأطفال التوحد في أطفال عنده نسبة بتكون نسبة ذكاء عالية جدا. تمام دكتورة، بالختام خلينا نعطي نصائح أخيرة منك لأهالي الأطفال. هلا أول شيء، أول نصيحة إنه ما حدا يسمع شو مكتوب على النت. تمام. لأنه نحن المشكلة اللي منعاني منها أحياناً إنه بيجوا الأهل إنه الأم مثلاً هذا ولد الأول كذا، فأول شيء بتشوفه هي أول مشكلة إنه هيك شفت على النت ابني معقول يكون عنده توحد، سيب حالة إحباط شوي. إحباط هو بيكون ما في توحد، بس وين بتكون المشكلة؟ المشكلة نحن هلا صار بدنا اولادنا ماشيين مثل كانه خريجين على البيك بن. فهذا الشيء لا يجوز، الطفل هو بحاجه يفرغ الطاقه الحركيه، بحاجه يلعب يشعر بطفولته. هلا الالعاب الالكترونيه مثلا الصباره المتحركه هي كانت احد اسباب الايكولاليا مثلا في الاطفال، الالعاب اللي بتعلم التكرار الكلام هي قبل 3 سنوات كثير مؤذيه. هلا الطفل اللي ما عنده مشكله اذا قلنا الجوال ما بياثر،
بس الطفل اللي عنده مشكلة حكما التلفزيون والموبايل بيخلوا الطفل متلقي سلبي، فهو بس بياخد ما بيقدر يعطي. فنحن كتير لازم نأمن أماكن آمنة لحتى يفرغوا أطفالنا طفولتهم ونشاطاتهم وطاقاتهم الحركية. تمام، يعني بالختام الدكتورة صبا حمود دكتوراه إدارة أعمال وأيضا دكتوراه علم نفس ومديرة مركز أنا وطفلي، بدنا نتمنى لك كل التوفيق، نورتينا. شكرا يا شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وهيك إن شاء الله تكون هاي الرسالة تكون أنتوا قد اللي تقدروا تستمروا فيها وتقطعوا بهدول الأطفال من مرحلة الشفاء والعلاج لمرحلة للمراحل المهنية. مشروعكم كتير حلو إنساني، وإن شاء الله هيك يا رب قريبا يبصر إنه. شكرا لحضورك، شكرا بالصحة والسلامة لكل الأطفال، وتحياتنا لجميع الكادر المتواجد عندكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. أما هلا رشا صار الوقت لحتى نودع المشاهدين، بدي أشكرك وأشكر كل مشاهدينا مشاهدي الإخبارية السورية وجميع كادر صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. شكرا لك هايدي، وأكيد كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا اليوم بالكنترول، المعدي هلا السعدي والمخرج جعفر أحمد، وكل الفنيين والمصورين. يا رب هذا النهار يكون خير علينا وعليكم، ويحمل كل شيء حلو بحياتنا. ودائما منقول يا رب جبران الخاطر والانفراجات على كافة الأصعدة. كونوا بألف خير، باي باي.